السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور إبراهيم سلامة العداربة، دكتور استشاري اختصاص الأمراض الصدرية والحساسية، أكيد في محافظة أزرقاء. دكتور إبراهيم سلامة العداربة، مساء الخير. مساء النور. دكتور، حابين نعرف للسادة المشاهدين، وانت اشهر من ان تعرف في هذا القطاع وايضا في هذا الاختصاص الطبي، عن البطاقة الشخصية وتاريخ ومكان الولادة. تفضل دكتور. انا اسمي ابراهيم يحيى رضوان سلامة حسب البطاقة. نعم. من عشيرة اسمها العداربة. نعم. وهذه العشيرة من بلد اسمها الدوايمة في قضاء الخليل، مهاجر من عام 48. نعم. دكتور إبراهيم سلامة العداربة، نتحدث الآن عن تأسيس هذه العيادة. متى تأسست عيادة الدكتور إبراهيم سلامة العداربة؟ بعد ما تركت وزارة الصحة قبل 3 سنوات. نعم. بدأت في تأسيس هذه العيادة، والحمد لله كانت فكرة جيدة وإن كانت متأخرة. نعم. حيث كان الناس، يعني زملائي كثير، يشير علي أن أعمل في القطاع الخاص، ولكني كنت دائما أتردد. ما هو السبب دكتور؟ والله السبب لظروف، أولا عائلية ومادية. نعم. وخوف من الفشل. نعم. يعني أكيد دكتور، لكل مجتهد النصيب. ما شاء الله عليك دكتور. دكتور إبراهيم سلامة العداربة، ما المقصود بالأمراض الصدرية والحساسية؟ الأمراض الصدرية هي كل، يعني كل شكوى يشكيها المريض في صدره. نعم. وتتعلق بالتنفس تحديدا، يكون للأمراض الصدرية نصيب فيها. نعم. وهي أنواع، منها ما هو حاد وطارئ مثل كالتهابات رئة حادة، ومنها ما هو مزمن، ومنها ما هو يعني خطير. نعم. نعم. أما الحادة فقد تكون مثل التهاب رئوي حاد، أو مثلا التهاب قصبات، أو التهاب عروسي عادي. والمزمن مثلا زي وجود التدرن، السل الرئوي، والتحسس، والسدد في القصبات الهوائية بسبب التدخين طبعا. وأما يعني المزمن أو القوي مثل السرطان الرئتين. نعم. وهكذا. نعم. دكتور إبراهيم سلامة العداربة، ما هي أبرز الحالات الذي يواجهها المرضى في هذه السنة، سنة 2016؟ بقول لك كل عام بخير دكتور. وأنت بخير. الأمراض اللي يواجهها الناس عادة في الأمراض الصدرية في هذا البلد، أكثر ما لاحظته ازدياد حالات التحسس الرئوي والسدد في القصبات الهوائية. نعم. ما هو السبب دكتور لانسداد القصبات الهوائية والتحسس الرئوي؟ وهناك أسباب عديدة. نعم. أبرزها دكتور؟ أبرز هذه الأسباب هو تلوث الجو، وتلوث الأكل، وتلوث الماء، وهذه ظاهرة موجودة في العالم كله تقريبا، بحيث أنه أصبحت تزداد حالات الحساسية بين الناس على مستوى العالم. نعم. بشكل أكبر وأكثر مما كان سابقا. شيء ثاني، أنه يعني الحساسية لها مثلا عوامل قد تكون وراثية، وقد تكون لأسباب التهابات حادة حصلت ثم تمكنت من الشخص وتحولت إلى حساسية. نعم. دكتور إبراهيم، شو بتنصح السادة المشاهدين؟ احنا بننصح الناس، أول عمل ننصحه أن يقلع أي إنسان عن التدخين إذا كان يدخن. نعم. لمصلحته، لصحته، لأنه ما يدفع المريض أو المدخن في سبيل السيجارة هو أولى بها أنه يدفعها لصحته. أكيد. ولكن في ناس بده العلاج وبده يدخن في نفس الوقت. نعم. فيضع إصبع في الماء وإصبع في النار، هذا لا يجوز. غلط. خطأ كبير. والإنسان المواطن يجب، خاصة الجيل الجديد، أنا أستغرب أنه في عندهم حالات، يعني شباب صغار بيدخنوا عمرهم 16 سنة. نعم. 17. نعم. حتى هناك في فتيات صغيرات 15 سنة بيدخنوا. نعم. والتدخين أصبح وكأنه بدل ما أنه تراجع صار يزداد، وخصوصا بين فئة الشباب. نعم. لدرجة وكمان الأرجيلة عند السيدات
والبنات أصبحت نوع من الموضة ولها يعني مكانة معينة. هذا الشيء يدمر المجتمع على المدى الطويل. ونسأل الله أن كل شاب أو شابة أن يتوبوا على أنفسهم لمصلحتهم. نعم دكتور، احنا شايفين الظروف حوالينا، بنقول دائما وابدا الحمد لله على نعمة الامن والامان. لو قدر لك ان تقبلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، ماذا ستقول له في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟ احنا بنشد على ايده، وهو سيدنا سيد البلاد، هو اللي يعني بيحاول كل جهده دائما وابدا انه يكون مع المواطن ومع الشعب ويحل مشاكله بالتي هي احسن. قلب رحيم واسع لاستقبال الحاجات. نعم ان شاء الله ربنا يقدره واحنا بندعمه ومعه على طول. اكيد دائما وابدا. دكتور ابراهيم سلام العدارب، انت رجل من اعمده هذا الوطن. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعاده الدكتور ابراهيم سلام العدارب، استشاري اختصاص الامراض الصدريه والحساسيه في محافظه الزرقاء. شكرا جزيلا دكتور، وعمت مساء دكتور. شكرا لك.